خديجة خزنوي، اليوم بتخرج من الماجستير التكنولوجيا الحيوية، تخصص تكنولوجيا حيوية. الحمد لله كان الطريق طويل متعب، فيه ضغوطات كثيرة بالنسبة لأنه كنا بدولة أجنبية كمغتربين، عم ندرس بلغة أجنبية، بس كانت بهمة عالية الحمد لله، قدرنا نتخطى الصعوبات اللي واجهتنا، سواء كانت من ناحية اللغة سواء كانت ببلد نحن أول مرة منجي عليه. الحمد لله أنا كنت منيحة من اللغة، قدرت أتخرج من 3 جامعات، اليوم هاي جامعتي الثالثة بمعدل عالي، معدل التام. بالنسبة للخريجين بتمنى منهم أنه يقدروا يعملوا كورسات، يتقنوا حالهم بالمجال العملي، يعملوا استاجات لحتى يقدروا يدخلوا سوق العمل بمجالاتهم. وبهدي هذا نجاحي لأمي وإخواتي، ما قدروا اليوم يجي يكونوا معي بس إنن معي هالتليفون الحمد لله، بهديهم هذا النجاح وبهديهم الفخر هنن هلا عايشينه، وكنت دائما فخر لهم، هن كانوا داعمين وساندين إلي، بتشكرهم كتير وكل الشكر والحب لهم من هون. اليوم نحن كاتحاد الطلبة السوريين في أضنة حبينا نشارك زملائنا هاي الفرحة، هذا الإنجاز اللي حققوه بعد تعب وعناء. كان عندنا نحن ما يقارب 65 خريج، معظمهم كانوا من متطوعين الأكاديمية يلي شاركونا الأعمال التطوعية لسنين، ومرة ثانية بحب أقدم لهم مباركة على هذا النجاح يلي حققوه من خلال قناة سوريا. السلام عليكم، يوم سعيد olsun. أتمنى لكم يوما سعيدا. أهنئ جميع شبابنا الذين تخرجوا في عام 2024 وكذلك أسرهم. إنني أشعر بسعادة كبيرة لمشاركتهم في هذا الإنجاز. ينتظر شبابنا حياة جديدة، كانوا طلابا في السابق، أما الآن فسيبدأون حياتهم العملية. لذلك فإن النصيحة الأهم لهم هي أن يسعوا دائما بجد واجتهاد في حياتهم العملية، لأنهم من الآن فصاعدا سيكونون مسؤولين عن أنفسهم بشكل كامل. السر الأساسي للنجاح هو العمل الجاد. الإنسان يعتمد بالطبع على الكبار والمحيطين به، ولكن الشيء الأساسي هو الجهد والمثابرة. والله شعوري بالفخر اولا ببنتي الخريجه، ثانيا بابناء سوريا اللي حسنوا يسكتوا نفسا في ظل هالظروف الصعبه. تحيه اجلال واحترام واكبر لالن، شكر كبير كثير لاهالين اللي وقفوا جنبن وصبروا لحتى وصلوا لهيدي النقطه. بحب اقول لهم خلي يساهموا في بناء وتطوير وحمايه هذا البلد تركيا اللي فتحت جامعاتها ومدارسها لالن وسمحت لهم يوصلوا اللي وصلوا له لهون، وكذلك خل تبقى سوريا في وجدان وفي قلب ويساموا في بناء وتطويرها من جديد.